السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتمي الطماطم إلى قائمة الفواكه الأكثر شهرة في العالم، وما يميزها عن معظم الفواكه بالإضافة لمذاقها اللذيذ هو إمكانية طهوها كالخضروات. وما يميز أيضا هذه الفاكهة المنحدرة من أمريكا الجنوبية هو غناها على مستوى الليكوبين، أحد أقوى مضادات الأكسدة الذي تم ربطه بمقاومة السرطان والكثير من الأمراض الأخرى، كما أن توفر الطماطم على كميات مهمة من الفيتامين سي فهي تعزز جهاز المناعة تجاه العدوى. أما بتوفرها على البوتاسيوم فهي تسهم في انتظام معدلات ضغط الدم، وهذا فضلا عن الكثير من العناصر الغذائية الأخرى التي سنكشف الستار عن أهم تأثيراتها مستقبلا. من أجل هذا فإني أدعوك إلى ترقب قادم الحلقات لاكتشاف خصائص الفاكهة المثبتة علميا. وختاما لموضوعنا، أدعوك عزيزي المشاهد لمشاركة هذه النبذة عن الطماطم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.